كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ما دام كل نفس ذائقة الموت تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية. وإن كانوا أخيار يبقى بنعجل بهم إلى لقاء الله، وإن كانوا أشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ إن كانوا أخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وإن كانوا أشرار يبقى ارتحنا من شكلهم مع السلامة. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق إحساس الإنسان بالألم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل أن يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى لا الذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟